طب دكتور، حضرتك أشرت إلى كتابك جرثومة للتخلف، ويمكن في عبارة استوقفتنا وهي أن العقل العربي هو عقل ديني في مجال التقدم، ولكنه عقل علماني في مجال التخلف. أيوه، اشرح لنا. هم اللي بيقولوا كده بالذات قسم أمين، بس ما حدش واخد باله. بس قسم أمين قالها إنك لما تتقدم يقول لك ده بسبب الدين، ولما تتخلف يقول لك شايف أهو العلم هو السبب. إحنا لازم هذه الإشكالية نواجهها بطريقة مبدعة، لأنه يعني هقول لك أنا، العقل بتاعنا مو عقل نسبي لأنه متطور، لكن في نفس الوقت هذا العقل عنده طموح إنه يوصل للحقيقة المطلقة. بس إذا وصل ليها وراقد عليها يمتنع التطور بعد كده. طب معناها إيه بقى؟ معناها إنك أنت تشتهي الوصول إلى الحقيقة المطلقة، لكن تكون عارف إنك ما تقدرش توصلها لأن عقلك نسبي. إذا توهمت في لحظة إنك وصلت الحقيقة المطلقة، اعرف إنه عقلك سيتوقف بعد ذلك. إحنا بقى هنا في مصر عايشين على كمية هائلة من الحقائق المطلقة، مش حقيقة واحدة، لا 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 لا، وبالتالي الباب مغلق.